في بعض المناطق عنصريين ضد العرب. اليوم راح نلتقي مع أحد الشباب اللي كان حلمه السفر على أمريكا. خلينا نتعرف معكم على شخص اسمه جاد معنون. جاد من الأشخاص اللي زي ما انتم شايفين ورانا هون الكرفان تبعه اللي بيسافر فيه حول ولايات أمريكا. خلينا معكم اليوم نسافر مع جاد على ولاية ميشيغان. اليوم يا سيدي راح تعيش معي أجواء السفر بالكرفان. طبعا الكرفان هو بيتي زي ما انت عارف هم عارفين بعيش فيه. دخلت تقريبا لحد الآن نصف الولايات المتحدة الأمريكية وضال النصف الثاني. فأنت اليوم راح تعيش معي الأجواء النوم والسفر بالكرفان لحد ما نوصل ميشيغان بإذن الله. كلمة بيس، كلمة سلام، هاي هي رسالتي اللي حاب فعلا اشرحها حوالين امريكا واوجه لهم رساله انه احنا كعرب وكمسلمين او مسيحيين كعرب بشكل عام ان احنا ناس اصحاب رساله سلام. والحكي اللي بسمعه على الاخبار هذا الحكي ما في منه نهائيا. هاي اللي فوق مكتوب هون احنا وي ار وان، انه احنا واحد بغض النظر عن لونك وشكلك وجنسيتك والامور هاي كلها. طبعا انطلقنا يا اخوان رحلتنا على ميشيغان. بالنسبه لي في رحله حول امريكا يا جماعه 10 شهور من الان احلى جزء هو القياده. Been one or two since I ran into you. Do you need a picture? وقوف قبل الانطلاق في شيكاغو. اول اشي عشان الكرفان قديم بدك تشيك عليه كل 3 دقائق. شيكنا على المية والماتور هاي طلعوا زي ما شايف قديم قديم كثير، يعني هو عمره 45 سنة ولكن ربنا مبارك فيه. الكرفان جاهز، يلا حبايبي. بسم الله. يلا 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 يا جماعة، يلا مش ضل وقت. بسم الله. طلعنا على الكرفان، جاد بقول لي كثير بردان فعلا لانه الدنيا برد، فشغلنا الصوبه زي ما انتم شايفين. طبعا ما في هيت في الكرفان عشان هيك بشغل هاي الصوبه بخليها تدفي الكرفان، بعدين بننطلق، بعدين بنتدفى على دفى الموتور يا اخوان. زي حائط ذكريات محطوط عليه مجموعة صور بالإضافة رسائل من الناس. خلي جهاد يشرح لنا عن هاي الأمور. فبالتالي هذا المكان كل شيء بتشوفوه فيه، هذا المكان اللي أنا عايش فيه، بنام فيه، باكل فيه، بشرب فيه، بتحمم فيه، كل شيء بدك إياه بعمل في هذا المكان. أول ما تفوت قلنا بتلاقي الكنبة الموجودة هون. هاي الكنبة أنا بستخدمها بحط عليها كل عدتي، وهاي الكنبة اللي حكالكوا عنها جهاد. بالإضافة لهون راح تشوفوا كمان مايكروويف، وفي تحت المايكروويف هون موجود ثلاجة، هون باور بانك كبير بيقدر يشحن فيه اللابتوب والشحن، بالإضافة لهون للخزائن، وهاي كمان طاولة السفرة، وورا حائط الذكريات في هون إيش معلم؟ مخزن مجموعة أمور جهاد بيستخدمها. لهون اللي هو الحمام اللي هو فيه مغسلة هون زي ما انتم شايفين، بالإضافة لمرحاض، وفي كمان شاور. معقول تاخذ شاورات هون جد؟ يا سلام، بس انه اذا كنت شابك مي من برا. السلام عليكم. اي ولاية بدخلها واي مكان بدخله واي انسان بقابله دائما بالعادة بهديني اشي او بتصور معه صورة بعلقه على هاي اللوحة. فبالتالي من اعز الصور اللي علي هاي الصورة لانسانة اسمها سو، هاي عمرها 65 سنة. هاي كانت احد الاشخاص اللي جهزوا معي الكرفان، وهي اول انسانة ساقت الكرفان اول ما اشتريته وجابته لبيتها، وخلت الكرفان صاف عندها تقريبا شهر كامل لحتى ما نجهزه، لان انا كنت شغال وما كان عندي مصف اصفه. وكانت احد الاسباب انها جهزت لي الكرفان كامل بالاغراض من جوا، من اكل وشرب وكل الامور، ولكن للاسف توفت قبل تقريبا قبل شهرين من الان، وهي جدا انسان عزيز على قلبي. فاسال الله انه يغفر لها وموضوعها عند ربنا يعني. يسر وتسر دعواتكم يا اخوان. انا اول مره بطلع في سياره موديل 1977 في امريكا. انها مغامره انه الواحد يسافر في كرفان زي هيك، يعني بده يكون عن جد حذر، يمشي على مهله ويحاول يوقف في المناطق
اللي فيها استراحات اساس يشيك على الكرفان اول باول. ولازم انك كل يوم في الليل ترنع امك وتخليها تدعي لك. يا لازم هاي احسن شيء. مضبوط. لانه ربنا بدعاء الام صح ماشينا. والله لازم تكتب رضاك يا امي على القزاز. وين واحد لازم ما تكتبش اي شيء عربي على الكرفان او تدل للناس انه في عربي ساكن جوا. لانه ليش؟ ممكن انه في بعض المناطق عنصريين ضد العرب بعض المناطق. الان راح نتحرك باذن الله على لوكيشن في ميتشيغان. الآن وقفنا يا اخوان هون عند كزية اساس نعبي بنزين. طب هي بتاخذ بنزين ولا ديزل؟ بتاخذ بنزين. هاي بنزين شوفوا هذا الار في يا اخوان باخذ بنزين مش ديزل. بالعاده فولو $130 كل 250 مايل لازم يعبي تقريبا $130. احسبها يا مو انه احنا انت بتعيش بهذا البيت فبالتالي هو مكان للتنقل ومكان للعيشه ومكان جو هيك جو الكرفان شيء غير يعني فاهم علي؟ يعني مصروف مصروف وتنقل وبيت. الدنيا صارت مساء مشينا 100 مايل فخلينا نروح نجهز شوية أغراض نطبخهم نكلهم صح؟ فخلينا ننزل نوريكم شو راح نشتري على الفطور. طبعا شفتوا زي هيك اثنين يوتيوبر هو بصور هون وأنا هون 360 فمنفكر نسوي ستيك شو رايكم؟ محتارين ايش نفطر اليوم؟ جهاد شو؟ مش عارف اي شيء سريع وبيشبع ايش هو؟ طيب هاي الحل. طبعا لسه بدنا نجيب بصل وموجود عنده ملح وفلفل اسود بالاضافه للزيت والقلاي كل شيء عنده يعني عنده مطبخ متنقل كامل. في الار في فبنخافش عليه جهاد. اللي بفهم في الطبخ يحكي لنا انه البصل الطري ناخده ولا لا. زيت يا معلم زيت مش راح نموت زيت واحده بس واحده بتكفي زيت هاي بتكفي كفي على كفالتك. بدنا 3 حبات بقول لك اذا كثر الطباخين تخرب تخرب الطبخ. طبعا هون الواحد بيحاسب حاله ذاتيا ما في حدا يحاسبه فبتمسك زي هيك بتعمل اسكان للبضاعة تنزل عنا سعرها زي ما انتم شايفين. طبعا هون طلعت فاتورة نحطها هون بالاكياس. خلصنا شراء. You speak Punjabi? No. Okay, what language is this? Arabic. Arabic, okay, مرحبا. مرحبا. شكرا وشكريا. شكرا. And goodbye. I can say كفر حافظ, but there's something better. Goodbye, مع السلامة. مع السلامة. مع السلامة. Okay, مع السلامة. Where are you from? I'm an American. I was born here, but when I went to college, I met a lot of foreign people. طبعا زي ما شفت الزلمة قاعد بيسألني إنه شو اللغة اللي أنا قاعد بحكيها, فرحب فيي في لغتي, فحلو إنك تقابل كثير ناس هيك. شغلنا الغاز, شوفوا هون عدة المطبخ. ما حطينا كل كمية اللحمة. 10 شهور يا جماعة سفر بالكرفان, كم مرة تتوقعوا أنا طبخت فيه؟ اكتبوا لي تحت في الكومنتس وإحنا راح نشوف التعليق الصح. إذا كتبته فوق ولا ما بثبته؟ بثبته طبعا. وهاي كمان مو راح يثبته فوق. طلعتك على أمريكا شو كانت بالنسبة لك؟ وليش جيت تسوي هيك في أمريكا؟ اوكي سو اللي ما بيعرفوه يعني هم انه انا كنت قبل ما اطلع الاردن مهندس صناعي, ولكن في مرحله من المراحل ما كنتش مبسوط في اللي انا فيه. فوصلت لقناعه انه انا انسان اكره الوظيفه تماما, ومستحيل لو في المستقبل شو ما كانت الوظيفه شو ما كان داخلها مش راح اكون مبسوط. فبالتالي انا اعشق صناعه المحتوى, فقررت انه يكون سفري بالكرفان في امريكا واصنع محتوى من خلاله للناس, فبيكون هو مصدر رزق لك وسعادة لك والإشي اللي بتحبه بتعمله بنفس اللحظة. فهي كل الأمور موجودة في صناعة المحتوى بالنسبة لي. تقريبا طبختنا خلصت, خلينا ناخدها نشوف جهاد شو بعطينا رأيه عنها. بسم الله. أوكي مبين أنه زاكي جاهز. ذكرتني بالصاجية اللي بنعملها يوم عيد الأضحى. والله تعبير والله قوي. والله طيب يا جماعة زاد ما في مزل. وصلنا يا اخوان على ميتشيغان ولكن لسه ما وصلنا المكان اللي رايحين له. بدنا نعبي بنزين للمرة الثانية على التوالي. البنزين ارخص من شيكاغو, فرق تقريبا نص دولار كامل. احنا اكثر ناس بنعبي غاز في الكون والله. طلعوا هون شوفي هون حتى في امريكا الاعلانات بيستغلوها بيحطوا شاشة هنا وانت بتعبي غاز فبصير اعلانات. هل اختلفت نظرتك لامريكا من اول ما جيت تطلع لهسه؟ نعم نعم كثير كثير اختلفت. يعني
الامور اللي بيحكون اياها اهالينا انه امريكا خطر وامريكا بتروح هناك بتنتهي حياتك وبتروح هناك بتهمل، هذا الحكي ما في منه نهائيا. يعني هنا امريكا سيف ذو حدين، ان اما انها ترفعك للسماء اما بتنزلك للقاع، وهذا الشيء باختيارك انت. اذا ملت مع الثقافه السيء اللي هون ممكن انت تنهار، اما اذا انت ركزت على ايش اللي بدك اياه راح ترفعك للسماء، فالخيار بيدك. يعني انا بس قبل ما اجي هون ما كنتش عارف الولايات، او كنت بفكر كل ولايه بين ولايه وولايه في شرطه واقفين على الطريق بوقفوك وفتشوك، بس طلع الموضوع لا اسهل من هيك واجمل من هيك واحلى من اللي سمعناه. كمان امريكا جدا بتجنن بالنسبه لي، رقم واحد في العالم، وراح تظل. لازم ننظف القزاز، اخدم نفسك بنفسك. وزي ما قال لك مش ما في ناس تشتغل، سعر العماله كثير عالي، يعني الموظف باخذ في اليوم 100 و150 دولار، مش مستعدين يحطوا موظف على بمبات الغاز انه يعبي هون غاز للناس او يمسح للسيارات القزاز تبعهم. لو بدك تنصح شخص بسافر حوالين الولايات بالارفي، شو افضل 5 نصائح تعطيها؟ اول شيء يشتري ارفي ديزل مش بنزين لانه اوفر بكثير، هاي اهم نقطه، ويشتريها حديثه عشان ما تغلبه في التصليح والامور هاي، خصوصا اذا كنت على هاي واي كبير وطويل ما تقطعك، لانه الشغلات زي هيك جدا خطيره، وانا ماشي بدعاء الوالدين زي ما حكيت. ويكون عندك يعني كل المقومات من غاز من طاقه شمسيه، وخلي حاول كل ارفي عندك يكون بالطاقه الشمسيه عشان ما تشيل هم الكهرباء نهائيا. المشكله الاعظم في عالم الارفيات انك وين تصف، ولكن في حل للموضوع، في ابلكيشن على التلفون تستخدمه بيقول لك وين في مصفات مجانيه تقدر تنام فيها ولمتى، وين في نت مجاني، وين في حمامات مجانيه، وين في اي شيء بدك اياه. تستخدم الار في كشغلتين، كار في كتنقل وكسكن، فبالتالي انت دام الشغلتين بشغله واحده. وغير هيك لما تروح على اماكن زي هيك بيعطوك كهرباء، بيعطوك مي، بيعطوك انك تفضي تنك الصرف الصحي اللي معك جزاكم الله. مرات بتكون عند بحيرات فالمنظر بيكون جدا بجنن. يعني كم مصروفه الشهري؟ واحد من اصحابي عنده ار في صافها بمحلات مصفات ار في، تمام، وعايش فيها، بيدفع للمصفات 500 دولار بالشهر بلاس فيغاس، كمان ماخذ كهرباء ومي ونت وصرف صحي، بيدفع 500 دولار بالشهر فقط. بعد ال 500 دولار انت ومصروفك، هو شو بطش، شو بغير جو، شو بياكل، هذا مصروفه. خليه يحكي بنصرف 1000 دولار هو مثلا، معناته بيصرف 1500 دولار هو عايش بار في بلاس فيغاس. تسع دقائق بنوصل ان شاء الله باذن الله تعالى. وصلنا ميتشيغان، واخيرا بعد ما سقت طبعا جهاد اساسي مدلك لانه عن جد بهد الحيل ستيرينج بدك خمسة دلكونك بعد بده موازنه بطريقه مش طبيعيه. نعم طبعا هاي الطاوله زي ما انتم شايفين هسه هون، تعال شوفوا تعال راح تتحول لتخت. طبعا راح يسالوا الان عن الاضاءه، ليش احنا مستخدمين اضاءه هاي؟ لانه الجو صار له 3 ايام كله برد وكلاودي، يعني كله غيم، فما شحنت السولار بانل فوق، فبالتالي ما عندنا كهرباء. تخيل اذا كان برا الجو مش شمس ما بيكون عندك كهرباء، فهي احد المشاكل. كمان الطاوله هاي تمسكها زي هيك وتنزلها لتحت، بعدين زي هيك، بعدين هيك. يا سلام، شوفوا شوفوا كيف الابداع. حط اللي فوق، بنحط هذا، بنحط فوق، بنفرد عليها كامل، وبتصير تخت كامل. ومو راح ينام هون اليوم ان شاء الله، وانا راح انام هون، راح تنام فوق باذن الله. نعم والاغراض راح يناموا على الكنبه، والاغراض راح يناموا على الكنبه اللي هناك. طيب يلا سلام. صباح يا عليم يا فتاح يا كريم. طبعا يا اخوان نومه والله من الاخر. طبعا من هون من ميتشيغان بحب اقول لجاد الله يوفقه في رحلته حول امريكا. يا حبيبي يا ماما لا تنسوا تدعموه، ديروا بالكم عليه، واذا شفتوا هذا الكرفان في اي ولايه من امريكا تحاولوا تستضيفوه وتعطوه كثير معلومات من عندكم على اساس يكمل صناعه المحتوى حول امريكا. لا تنسوا السحب على الجوائز في نهايه الحلقه، ولا تنسوا تدعموني وتحطوا لي لايك وشير وسبسكرايب، ودعمونا دائما على القناة خلينا نوصل 100,000. كل عام وانتم بألف خير. سلام.